معانا النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وتريلر رياكشن جديد اللي احنا هنعمله النهارده هو لمسلسل مارفل الجديد هوك اي. قبل ما نخش في التريلر رياكشن وقبل ما نتكلم في احداث المسلسل بتاعت مارفل او هوك اي او بيتكلم عن ايه ولا عباره عن ايه ولا مين في الممثلين، كنت عايز اخد رايكم في حاجه واحده، يا ريت برضو تكتبوا لي في الكومنتس. عايزين نتوسع اكتر بالفيديوهات بتاعتنا سواء هنا على يوتيوب، بفكر ريسنتلي ان انا عايز احط برضو الفيديوز بتاعتي على فيسبوك، مش دايركت لينك لليوتيوب، فيديو كامل على فيسبوك، وعايز اعمل برضو كده شورتس صغيره على التيك توك، وبرضو هسيب لكم اللينك او بتاع تيك توك، هو ده اللينك بتاعي بتاع تيك توك، يا ريت هناك تروحوا تعملوا لي فولو. ايه رايكم في الفكره؟ فيا ريت تقولوا لي في الفكره دي هتبقى كويسه ولا تحبوا اكتر ان تتفرجوا على اليوتيوب بس ولا حاجه، برضو يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس ايه بالنسبه لكم الدنيا، يعني فكره لذيذه ولا فكره بايخه يعني. بس ده كنت كل عايز اقوله. دلوقتي هنشوف معانا في الكاست ليست بتاعنا في مسلسل هوك اي الجديد، لسه شغال لحد دلوقتي مسلسل وات اف. طبعا زي ما انتم عارفين احنا مسلسل وات اف لسه مكمل معانا ولسه ما خلصتهوش، لان هو لسه مكمل تقريبا على ما اظن فاضل له حلقتين ويخلص، وان شاء الله باذن الله اول لما المسلسل هيخلص هنعمل له ريفيو وبتفرج عليه ما تقلقوش يعني. بس لحد دلوقتي اكون صريح معاكم المسلسل مش داخل دماغي قوي. اكتر حلقه عجبتني حلقه دكتور سترينج، غير كده الحلقات التانيه بصراحه ما كانتش قد كده. الحلقه بتاعت دكتور سترينج والحلقه بتاعت الزومبيز اكتر حاجه عجبتني، الحلقات اللي كانت قبل كده ما جاتش معايا سكه. مسلسل هوك اي هو المسلسل الجديد لعالم مارفل السينمائي، وهو طبعا من بطوله جيريمي رينر اللي هو كلينت بارتون او اللي هو هوك اي، وهيبقى فيه كيت بيشوب، وهيبقى معانا كمان فلورنس بيون نايس، وفيرا فرميجا برضو، الينور بيشوب. الكاست بروميسنج، هل هو بروميسنج ام لا مش عارف. اوكي اكشن روماشي تمام. انا بصراحه المسلسل ده انا مستنيه من اكتر المسلسلات اللي لسه هتيجي، انا مستنيها واتمنى ان هو يوفي بوعده ويكون مسلسل حلو وما يكونش مسلسل قالش، لان انا عندي احساس المسلسلات اللي هتيجي كلها بعد كده هتبقى قالشه مش عارف ليه يعني. سواء ايرون هارت لو هيتعمل مسلسل تقريبا هيتعمل مسلسل، ومسلسل شي هالك والحاجات بصراحه اللي اي كلام دي، فده ممكن يكون من المسلسلات اللي انا حقيقي منتظرها، لان انا كنت منتظر مسلسل وات اف واتفرجت عليه لحد دلوقتي مش جاي معايا سكه يعني، مفيش غير حلقه ولا حلقتين بس اللي عجبوني من المسلسل كله ولسه تقريبا ما خلص. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره للمسلسل هوك اي، لسه نزل امبارح هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. This is the first Christmas we've had together in years. I love you guys. The past is caught up with me. Should we be worried? No, no, it's nothing. I'll be home for Christmas. I promise. You're Hawkeye! Who the hell are you? Some people have actually called me the world's greatest archer. Hang on a second. Where's the kids jingle bell? Things have gotten more complicated. It's the most wonderful time. Holy sh! There are arrows more dangerous than that one? Okay, el trailer laziza, مش وحشة. لذيذة، انا شايف ان التريلر حلوة، دمها خفيف، اجواء تحس ان هي شبه الاجواء شوية بتاعت هوم الون مش عارف ليه. وعجبني الفكرة ان هيبقى في موضوع الكريسماس هيبقى موجود في مسلسل، اجواء كريسماسية في مسلسل، فانا شايف ان الفكرة لذيذة. واكتر حاجة عجباني ان اللي هو حقيقي كلينت بارتون او اللي هو هوك اي او جيريمي رينر ابتدى ان هو حرفيا الناس تبص له على اساس ان هو ممكن يبقى اخيرا سوبر هيرو ويعترفوا بيه ويدوا له عمل مستقل لوحده، ان هو سواء يتعمل له مسلسل او يتعمل له فيلم، لان انا اصلا الكاركتر ده انا بحبه وبحس ان هو من اكتر الكاركترز اللي حقيقي مظلومه في عالم مارفل السينمائي، اللي هو لحد دلوقتي لسه ولا اتعمل له مسلسل ولا اتعمل له فيلم. فانا عاجبني بصراحه المسلسل، التريلر بتاعه شكله حلو وحقيقي هو يستحق يعني، جيريمي رينر حقيقي يستحق المكانه اللي هو فيها يعني في المسلسل ده. حاسس ان هو حسيته ان هو شويه شبه داي هارد بس بدل مش عارف، مش حقيقي حسيته شبه شويه داي هارد بس بدل ولد ست يعني. ما علينا، ممكن يكون انا
يعني عشان بحب داي هارد قوي زياده عن اللزوم فحسيته داي هارد شويه يعني. كمسلسل كمجمل مسلسل طبعا كالعاده هنحس طبعا في حلقات مش حلوه وهنحس ان في حلقات حلوه. بس انا تعقيب على حاجه واحده لان انا ابتديت ازهق حقيقي على قد يعني على قد ما انا عجباني الحاجات اللي مارفل بتقدمها بس انا حقيقي يعني حاسس ان انا تعبت وزهقت من كميه الحاجات اللي عمال اشوفها المارفل سواء افلام او سواء مسلسلات وتحس ان انت مارفل من نوعيه المسلسلات اللي بتايدك اللي هو عشان تتفرج على الفيلم بتاعي لازم تتفرج على المسلسل بتاعي فده برضو من اكتر الحاجات اللي انا بجد زهقت منها. يعني الاول كان عندنا واندا فيجن وبعد كده فالكون وبعد كده لوكي وبعد كده يطلع لك بقى افلام بقى في النص عندك تشانج تشي ومش عارف كان عندك فيلم ايه تاني وبعد كده دلوقتي وات اف وبعد كده عندنا ايترنالز وبعد كده عندنا هوك اي وبعد كده عندنا سبايدر مان وبعد كده عندنا شي هالك وبعد كده عندنا اي ام جروت وعندنا سيكريت انفيجن وبعد كده كابتن مارفل 2 وبعد كده بلاك بانثر 2 يعني تو ماتش يعني تو ماتش. وسمعت ان هيبقى فيه لوكي سيزون 2 وده من اكتر حاجات اللي مضايقاني على فكره اللي هيبقى فيه سيزون 2 لوكي يعني ما كانش مش محتاجه ان كنت تعمله سيزون 2 يعني ف او قفلته قفلت يعني كنت عملته القفل احسن من كده يعني عشان ما تعملوش سيزون 2 يعني. فكميه حاجات اعمال قادمه او مشاريع لمارفل بجد اتس تو ماتش والمشكله ان احنا از كونتنت كرييتر او موفي ريفيور عامه لازم نتفرج على الفيلم ولازم نتفرج على المسلسل نقسمكم الريفيو علشان نقدر نكاتشاب الهايبنس ونقدر ان احنا لما نيجي نتفرج على فيلم في السينما ليه علاقة بعالم مارفل السينمائي نفهم الكاركتر ده مثلا ظهر فين وتعمل فين لان ده ممكن يقولك اصلا انت ما اتفرجتش على المسلسل فانت مش هتفهم الفيلم. فبجد الحوار ده تو ماتش يعني تو ماتش. انا حاسس ان السنة دي شفت بتاع كام 10 اعمال لمارفل السنة دي او 8 اعمال لمارفل سواء مسلسلات او سواء مش عارف هو فيه ايه بجد يعني. فدي من الحاجات اللي مضايقاني. انا نسبه ترقبي للمسلسل 8/10 مش اكتر من كده. حاسس ان هيبقى فيه حالات مش حلوه برضو في المسلسل ده وحاسس ان هيبقى فيه حالات حلوه وحالات مش حلوه يعني زي فالكون وينتر سولجر زي واندا فيجن كالعاده يعني. مفيش مسلسل في مارفل لحد دلوقتي حقيقي من اوله لاخره يعجبني زي لوكي حقيقي يعني. انا لوكي اخر حلقه بس هي اللي خنقتني شويه بصراحه وما عجبتنيش قوي. بس دي كانت حلقتنا هنا على هوم سينما. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اللي اسمها اومالون هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.